أحفاد الدولة الإسلامية. وجوه مسودة وقلوب أشد سوادة. دالت الباقية، دالت الإسلام باقية. إعلان الخلافة وتنصيب إمام. بأس مصطنع تداعى. هنا يستسلم مقاتلوهم وخليفة تنظيمهم صار ترابا. لكن للقصة ستار وكواليس تخفي الرعب بين أصابع ناعمة. ميراث الشر. صفيح وقماش خيمة وغبار وسور لا يحمل قسوة أسوار السجون. هو مخيم يقال إنه مؤقت لفكر مفخخ وموقوت. نعم، إن من تراهم أمامك مجرد أطفال حتى تأتي تلك اللحظة. بعد سماع هذه العبارة من لسان غض ترحل بك الذاكرة إلى جذور تلك الشجرة الخبيثة التي أتت أكلها المسموم. كيف لا يكون ذلك وقد استبدل داعش اللعبة بقنبلة والقرطاس بالرصاص وجعل بدل القلم في أيديهم مسدسا وعلمهم بدل الرسم والألوان كيف يكون فك وتركيب السلاح. يتم فتح الأمام. رقم 3 يتم شد الأقسام مرتين إلى الأسفل. حتى الجد الحكيم الذي يحكي الحكايات شوهته دعاية الإرهاب وجعلته متحدثا باسم الشيطان يقص على أشبال الخليفة قصة الطريق إلى الموت انتحارا في سبيله وكيف يقودون المفخخات نحو اللاعودة. يا أولادي، يا أحفاد الدولة الإسلامية، إن شاء الله بتخسروا شباب وتقاتلوا العدو وتنكروا به أعظم تنكير مثل جدكم، لأنه إذا راد أحد منكم أنه يكون مشروع شهادة ويقدم يا أولئك الكفار الموحدين الذين يخاطبون الدولة. في مخيم الهول ترى الأهوال تتلطى خلف وجه الطفل، يختلفون في العرق واللون والنسب، فهذا أشقر بعينين ملونتين وملامح أوروبية. What's your name? Yusuf. Where are you from? Finland. Finland. وآخرون بجباه قاسية وحادة يحملون جينات آبائهم الذين قدموا من دول الاتحاد الروسي. أنا روسي. وكذلك فيهم من الصين وكندا وأفغانستان وباكستان وأستراليا وبنغلاديش، وصولاً إلى 70 جنسية ينتسبون إليها. معظمهم لا يعرفون أين تقع بلادهم الأصلية تماماً، كما لا يذكرون وجوه آبائهم. مفرداتهم كلها من معجم ومناهج تنظيم داعش، وكأن ألسنتهم مبرمجة على لغة التكفير والعنف والدم. لا يعرفون خارج هذا المخيم إلا تنظيماً سمى نفسه. تتداخل الأحاسيس والمشاعر وينشب صراع بين العقل والعاطفة. هل هم جنات أم مجني عليهم؟ هل يشملهم القانون الإنساني أم أن الطفولة الملطخة بالدم والملوثة بعقلها
تطغى على أي شيء آخر. أنا اسمي داود، عمري 14 سنة، أحب أن أصير بدولة الإسلام في العراق والشام وأغادر معهم. كثير من الدول والحكومات ترفضهم، تراهم قنابل موقوتة لا تعترف بهم كمواطنين، خاصة أولئك الذين حرق آباؤهم جوازات سفرهم كطلاق أخير من دولهم الأصلية، أيام ظنوا أن أرض الخلافة المزعومة ستبقى وتتمدد. ولا تثق بعض الحكومات بتأهيل نفسي ناجع، يمحو من ذاكرة هؤلاء الأطفال لحظة رفع بعضهم فيها السكين وقطع الرؤوس، بينما كان البعض الآخر يلهو بالقتل ويتعلمه قبل الكلام. هم بأي صيغة كانت باتوا ذنوباً تمشي على الأرض. هذه الذنوب ارتكبها كل من كان سبباً في نشأة داعش، وفتح الأبواب مشرعة أمام دعوته السادية حين لباها أصحاب العقيدة المنحرفة من كل أصقاع الأرض، فدفنوا أحلام الصبية عند أبواب المدارس وزجوا بهم داخل ملهى الموت في معسكرات أشبال الخلافة، جنباً إلى جنب مع أولئك الذين اختطفهم التنظيم من قرى غزاها إرهابه، فقتل الرجال وسبى النساء وحمل الأطفال غنيمة إلى مصانع القتلة. ذاك اللبن المر الذي تجرعه أطفال داعش تقف وراءه مرضعات ينضحن حقداً، منهن من تهرب خلف الكاميرات وتقف أخريات يحدثنك بلغات عدة، فيرعبك ما يقولن وأنت تلتمس لغة الإرهاب والوعيد مشبعة في عقولهن عن سبق إصرار وترصد. دالة الباقية، دالة الإسلام باقية. أقسم بالله له يوم رح يجي يوم يعرف شو معناه الدولة الإسلامية، وإن شاء الله الدولة باقية وتمدد. نسوة داعش هن الأكثر خطورة بلا شك، فقد كن ركيزة التنظيم، وكثيرات منهن شدت رحالها هاربة من بلادها لتلتحق بمسلحيه. لم يكتفين بالزواج بهم، فإذا قتل زوج اقترنت بآخر، لكن ذلك لم يقف عائقاً أمام مهمة أخرى، فالكتائب السود التي أطلقوا عليها اسم الخنساء تدعو من يشاهد إصداراتها والبروباغاندا التي اعتمدتها إلى إعادة النظر والتفكير ملياً في المستقبل الذي ينتظر جيلاً يخرج من عباءتهن. كان فائض الشراسة عندهن كبيرة، ولعله الأعلى من بين مكونات وأركان تنظيم داعش، فلم يرف لهن جفن عندما خرجن مهزومات من معاقل التنظيم المنهارة، وكان في جعبتهن المزيد من لغة الوعيد. يرين أن دولة الخلافة خسرت معركة ولم تخسر الحرب، فحملن لغة الإنكار هذه وأخذن ما تيسر لهن من أبنائهن إلى مخيم الهول، لا ينتظرن العودة إلى بلادهن، فهن يحلمن بعودة التنظيم. أنا صار لي سنتين ثلاث سنين من أخذت زوجي ما شفت أهلي، وأخذت مهاجر ما شفت أهلي أنا، بس أنا ما أريد أهلي، أنا أريد بإذن الله واحد الأحد ترجع الخلافة ونرجع للخلافة. تخبرهن بأن أبو بكر البغدادي قد قتل، ولكن ما الحيلة أمام تلك العقول المصادرة؟ فتجد نفسك تنعى الأمل بأن تتغير هؤلاء النسوة وتستيقظن من سكرة حلمهن الذي عاشه العالم بأسره كابوساً أسود قتل أحلام الكثيرين. بكرة البغدادي has been killed. Another one come. And if this one is killing, another one will come. And another one, another one, another one.
وبالتأكيد فإن حكومات البلاد التي تنتمي إليها كل امرأة داعشية سينتابها القلق وهي ترى مواطنة لها بهذا الكم من المجاهرة بالتطهير. Ah bon, on va retourner avec l'État islamique s'ils reviennent. C'est soit ça, soit c'est soit l'un, soit l'autre. Why are you here? Because I'm from Daesh, no? That's why I'm here. How's it said? Do you still believe in the ideology of Daesh? Yes, of course. Of course. Why it would change? Look how they treat us here, just like animals, just like dogs. You treated others like animals. Yeah. Daesh cut people's heads off. Yeah. كل يد داخل هذا السجن آثمة. هنا تخفي الذاكرة القريبة لمسلحي داعش جرائم علم منها العالم شيئاً وأخفيت عنه أشياء. هم يتأملون في المجهول أحياناً كثيرة، وكأنهم يستعيدون ليالي الرعب التي طمسها سواد أفعالهم وإجرامهم، فكانت قاتمة ظلامية مظلمة أعادت إنتاج الجريمة بأبشع أشكالها. فالموت عندهم رهن فتوى يستحقه كل من خالفهم رأياً وديناً وعقيدة، وكل من يخالفهم مدان حتى وإن ثبتت براءته. غريزة القتل والذبح وصلت بهم إلى حد إدمانه، فعاثوا في الأرض فساداً واستباحوا الأنفس والأعراض والممتلكات، وصار في رصيد كل داعشي من عداد الدم ما يجعله بمثابة شيطان يمشي على الأرض. الذكور من مسلحي داعش في هذا السجن وغيره يختلفون عن الأطفال، فهؤلاء تمرسوا المراوغة ويعرفون أن لكلامهم ثمن سيدفعونه، فيحاولون عند أول فرصة سانحة سرد حكايا الندم. There were some people called me to here and told me that you can live here, Islamic. And at the end, it wasn't what was expected. Join Daesh? I was within the Islamic State, living under the Islamic State. Yeah. And your own choice? No. You know, they've done a lot of mistakes, and you know, life is a lesson curve. It's, you know, it's a learning curve, like we say. They cut people's heads off in Raqqa. Yeah, I'm telling you. لشيء ما داخلك تجد أنك لا تصدق كل ما يقولون، فأي ندم سيشفع لمن شحذ نصل السكين فوق رقاب الأبرياء؟ وإن لم يكن كذلك فإنه قد وجه رصاص بندقيته إلى قلوب العزل من الناس. على الأقل فإن كل فرد من هؤلاء كان سورة وذخيرة لأكثر التنظيمات الإرهابية وحشية. رقمهم مهول، يقولون إنهم بالآلاف داخل السجون فقط. تلفظهم دولهم ولا تريد عودتهم. يزداد الأمر تعقيداً، فأي عبء على العالم هذا؟
The ideology of ISIS, it was staying with the people who left to the desert. There are many people now in the desert. There are many people who left out. We don't know where, to Turkey, to other lands. They stole the money. And these guys, the big mind, they left out. They went to Iraq. They went to the desert. They went to Turkey. In the end, في مسلحي داعش من الرجال، كل شخص هو مشروع خراب وإرهاب بحد ذاته، ولا تقل نساء التنظيم عن ذلك خطورة وربما أشد. أما الأطفال فإن تركوا قد يصبحون كما أراد لهم التنظيم أن يكونوا، فعددهم كاف لنواة جديدة يولد منها داعش وأمثاله. وإن حكموا فليس هناك قانون يدين الطفل بجناية ويعتبره في كل الأحوال ضحية. بين سجن ومخيم تاهت الأسئلة، تزيد النوايا السود من الحيرة، فأي قنبلة بشرية هذه؟ ومتى يحين موعد انفجارها؟ ومن يتحكم بمؤقتها؟ داعش يعيش حصاده المر، والعالم يعاني طعم الثمر المسموم، فالقلق مشروع طالما أن خلف هذه الوجوه ما تخفيه.